يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يخاف من الذين يصيبون الناس بالعين وربما صادفهم فخاف منهم، فهل هذا الخوف يعد من الشرك؟ إذا تحقق أنهم يصيبون بالعين وخاف منهم ليس هذا من الشرك، هذا من توقي الأخطار وتوقي، مثل ما توقع من الثعبان ومن العقرب ومن العاين كذلك، بل هو أشد. نعم.